بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، دكتور عبد الرحمن العلواني، كلية التربية علوم إنسانية قسم علوم القرآن. محاضرتنا اليوم في علم المنطق للمرحلة الأولى الفصل الثاني. حقيقة قبل ما نبدأ بالمحاضرة، نحن تكلمنا يعني في محاضرات سابقة عن الفصل الأول عن المنطق، ونحب في بداية هذا الفصل أيضا أن ننبه وننوه بعض الطلبة الذين يتساءلون ما علاقة قسم علوم القرآن في علم المنطق. والإجابة أن علاقة القسم بهذا العلم علاقة وثيقة، خصوصا في هذا الزمن الذي كثر فيه المبتدعة وفلاسفة الجهل. فعلم المنطق علم سنتكلم عن ماهيته وعن فائدته وعن حكمه، لكن الطلبة لربما كثيرا منهم يتصور أنه ليس له علاقة بهذا العلم. فنبدأ في المحاضرة الأولى لهذا الفصل الثاني. اخترت أن أبدأ بهذا الفصل في موضوع المناظرة. المناظرة تعريفها في اللغة وماذا تتناول هذه القضية وما فائدتها وما حكمها. المناظرة لغة تطلق على عدة معان، منها المقابلة ومنها المكافأة، فلان قابل فلان وفلان يكافئ فلان، سواء كان يكافئه في العلم أو يكافئه في غير ذلك، فهذا يعتبر من المناظرة أو المناظر له. وفي الاصطلاح والذي يعنينا في هذا الدرس هو تعريفها في الاصطلاح، وهي تردد الكلام بين شخصين، تردد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله. أنا الآن عندما أجلس أمام مناظر لي في قضية ما، أريد أن أثبت ما أقوله وما أدعي من قضية أو دعوة أو مدعى. واحد، تردد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله. اثنين، وإبطال قول صاحبه. ليس فقط في قضية المناظرة أن أصحح قولي أو أأتي بالأدلة على صحة قولي، وإنما أريد أن أبطل قول النظير الذي أمامي. مع رغبة، ثالثا، هذه المناظرة لنقول عنها المناظرة الراقية، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق. وهذا الذي نفتقده اليوم في المناظرات التي تجري على قنوات الفضائيات وفي المحافل، نفتقد للنقطة الثالثة، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق. يقول الإمام الشافعي: ما ناقشت أو ما جادلت أحدا إلا ووددت أن يكون الحق معه. لماذا يا إمام؟ لأن الإمام برقي علمه وتدينه وثقافته
وحرصه على إظهار الحق يقول أنني إذا كان الحق مع صاحبي أتبعه، ولكنه غير متيقن من أن صاحبه سيتبع الإمام الشافعي إذا كان الحق مع الإمام الشافعي. هذه حقيقة ثقافة المناظرين المحاورين، هذه ثقافة الذين يريدون إظهار الحق. نفتقد نحن، لذلك أنا اخترت هذه المحاضرة الأولى لطلاب المرحلة الأولى المناظرة، لأننا نفتقد لهذه الثقافة، ونريد أن ندرس الطلبة الأعزاء على هذه القضية، قضية ثقافة المناظرة مع رغبة كل منهما في ظهور الحق. إذا افتقدت المناظرة واحدة من هذه الشروط الثلاثة التي قلنا، تردد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد من تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه مع رغبة كل منهما في ظهور الحق، لم تعد لها قيمة. والذي نراه على الشاشات اليوم مهاترة وليست مناظرة، لأنهم لا يريدون أولا إظهار الحق، ويريد أن يكون هو الغالب المنتصر وهو سيد الشاشة، سواء كان معه الحق أو غيره، بطولة لسانه بوقاحته أو غير ذلك. فهذا العلم علم المنطق، وسنأتي على قضية فائدته ويتضح لنا ذلك. وموضوع المناظرة، أين نعمل قضية المناظرة؟ وموضوع هذا العلم الأبحاث الكلية التي تندرج تحتها أبحاث جزئية، من حيث هي موجهة مقبولة أو ليست كذلك. فالأبحاث الكلية كالمنع والمعارضة والنقض، هذه أبحاث كلية، فتمنع أنت قضية، تمنع دعوة، تمنع مدعى لشخص، أو تعارضه أو تنقضه. والأبحاث الجزئية تندرج تحت هذه. ممكن أن هذه القضية لا تستطيع أن تمنحها بالكامل، ولكن تمنع إيش؟ مقدمة معينة من دليل مخصوص، فتقف على جزئية من هذه القضايا. يعني نحن نقول يلبسون الحق بالباطل، فممكن ظاهر الدعوة تكون ظاهرة حقيقية لها قيمتها العلمية، لكن يتخلل هذه القضية أو هذه الدعوة يتخللها جزئيات، هذه الجزئيات ممكن أن تمنع قبولها. فلذلك هناك أبحاث كلية تنفيها بالكامل، والأبحاث الجزئية تدخل إلى جزئيات القضية، فتقف على بعض الجزئيات إما لعدم صحتها أو لعدم توافقها مع العقل أو النقل. فقال: ومعارض دليل بعينه ونقص دليل خاص وقبول هذه الأبحاث الكلية وعدم قبولها يعرف من أحكام هذا الفن. مثل ما أقول، كل منع يرد على مقدمة معينة فهو وظيفة مقبولة، كل من يرد على مقدمة معينة فهو وظيفة مقبولة. فليست كل القضايا، ليست كل القضايا ممكن أنه نقول لا تقبل، ولكن هناك قضايا أيضا لا تقبل بالكلية، وهناك جزئيات. فلذلك هي ممكن أنه يكون موضوعنا كلي وجزئي. نأتي على فائدة دراسة هذا العلم. حقيقة علم غيب فترات، والآن أعادوا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعادت الدراسة فيه، وأنا أرى أنهم على الصواب عندما أعادوه، لأنه فيه فائدة كبيرة. إذا استطاع الأستاذ أن يوصل مقاصد
المحاضرات إلى الطالب. ففائدته معرفة طرق البحث والمناقشة مع الخصوم. يعني الآن عندنا أساليب يستخدمها المناقش أو المناظر. هذه الأساليب إن لم تكن أساليب علمية ستفشل المناظرة. فلذلك فائدة دراسة هذا العلم هي معرفة طرق البحث والمناقشة مع الخصوم. أضف إلى ذلك عصمة الذهن عن الخطأ في المباحثات. لابد أن نركز على هذه القضية، وهي في فهمك لقواعد المناظرة وعلم المنطق يعصم الذهن عن الخطأ في المباحثات الجزئية، ويترتب على ذلك بيان الحق. ما يترتب على قضية علمك بفن المناظرة وعصمة الذهن عن الخطأ في المباحثات الجزئية سيترتب عليه ذلك بيان الحق، سيبين الحق، وسترد شبهة المبطلين وقمع الضال بإلزامه إن كان سائلا وإقحامه إن كان معللا. فموضوع المناظرة كثيرا من يسأل عن حكمه. الحكم يعني ما هو حكمه؟ يجوز أن نعمل به؟ المنطق على وجه العموم هناك من لم يجوز دراسته، فألبس على كثير من المسلمين أنه علم المنطق لم يجوزونه العلماء دراسته، وسمعناها من طلاب، وهذا فهم خطأ ومغلوط. العلماء تكلموا عن المنطق أو الفلسفة الإغريقية واليونانية الإلحادية، هذه التي قالوا عنها بأنها لا تجوز دراستها. أما المنطق في منظور الشريعة والمنطق الذي فيه عصمة للذهن من الوقوع في الخطأ وفيه كيفية الرد على المبتدعة والملاحدة والطبيعيين والماديين وغير ذلك، فهذا لا شك أنه جائز. فحكم دراسة هذا العلم الوجوب الكفائي، أو ما نقول نحن وجوب كفاية، يعني أن يقوم به بعض الناس فيسقط الإثم عن الباقين. لأنه الآن لو لم ينبري للملاحدة والطبيعيين والفلاسفة الذين يريدون بفلسفتهم أن يصلوا إلى أنهم ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، وأن العالم قديم، وأن العالم هو أوجد نفسه، وأن الطبيعة هي أوجدت نفسها، فماذا يكون موقف المسلمين إن لم يتعلموا كيف يردون على البدع أو على هذه الإلحاديات؟ فيقوم به بعض الناس فيسقط الإثم عن بقية الأمة. قال: لأنه يتوقف عليه معرفة طرق الرد على ذوي البدع والأهواء كما تتوقف عليه معرفة تمام الدليل العقلي التفصيلي على وجود الله تعالى وثبوت أكثر صفاته. وقد يتعين تعلم هذا العلم على إنسان فيصبح حينئذ فرض عين عليه. ممكن أن يكون فرض عين على شخص لأنه هو أهل له، ونحن الأمة الإسلامية فيها كثير من العلماء الذين تكلموا في هذا العلم. فالحكم الذي يطلقه بعض الجهل بأنه لا يجوز لا يقصد به هذا العلم، علم المنطق في منظور الشريعة، وإنما علم المنطق
الإغريقي واليوناني والفلاسفة اليونانيين الذين أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى. وكذلك الآن نستطيع أن نقول إذا قالوا بأنه وجوب كفاية العلماء الأوائل، نقول الآن لابد أن نؤكد عليه. لماذا؟ لأن هناك اليوم نرى كثير من الناس قد اتجهوا اتجاه الإلحادية، ونرى على شاشات التلفاز وكذلك على قنوات اليوتيوب كل يوم وآخر يظهر لنا من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى ويعتنق ديانة أخرى أو غير ذلك. هذه الأفكار يرد عليها أهل العقائد، وأرى أن العلم المنطق وعلم المناظرة الذي هو أحد جزئيات علم المنطق ضروري أن يتعلمه كثير من الناس ليناظر، لا بل المناظرة التي هي جزئية من جزئيات علم المنطق يجب أن نعلمها حتى لأولادنا، حتى يستطيعون كيف يناظرون الذين ممكن أنه يريدون أن يلبسوا الحق بالباطل. فهي ثقافة لكل الناس، وواجب على الطلبة أن يتعلموها، وواجب على من يريد أن ينبري لهذه القضية أن يتعلم آداب علم المنطق ومن ضمنها المناظرة. الآن بعد ما تعلمنا أو ما قلنا عن التعريف وعن الفائدة وعن الحكم، نبدأ كيف تناظر. إذا أردت أن تناقش تعريفا ما أو مسألة ما، فاتبع الخطوات التي نرسمها لك فيما يلي. أنت كطالب أردت أن تناقش، أو أنت مناظر ولست طالب، أنت مناظر وأردت أن تناظر شخص آخر، فهناك خطوات يجب عليك أن تتبعها حتى تستطيع أن أولا تظهر الحق، ثانيا أن تعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ، ثالثا أن تنصر سواء يعني رأيك الذي أنت عليه تنصر رأيك. فما دام رأيك هو ممكن أن يكون الحق ممكن أن يكون غير ذلك، فهناك خطوات تتبعها. الخطوة الأولى، أول الأمر، انظر هل نقل صاحب التعريف تعريفه الذي ذكره لك أم جاء به من عنده. ممكن أن يأتي شخص بتعريف ويقول لك هذا التعريف، فانظر إلى هذا التعريف هل جاء به من عنده أم من صاحب التعريف. فإن كان ناقلا له ولم يلتزم صحته فلا يجوز لك أن تناقشه في التعريف، فتقول له أنك أنت لم تلتزم صحة نقل التعريف. نرى كثير من المناظرين في قنوات التلفاز وقنوات على النت، نرى كثير يبدأ بالرد على التعريف أو بالرد على صاحب التعريف الذي جاء به، والتعريف فيه حذف وفيه إضافة، فهذا سيضيع عليك الجهد. فأنت تستطيع أن تفهمه بأول الأمر بأنك أنت أتيت بتعريف أو بقول، هذا القول نسبته لفلان، وهذا الشخص
ليس لديه هذا التعريف، وإنما لديه تعريف أنت قمت بحذف كذا أو إضافة كذا. فإن لم يلتزم بصحته لم يجز لك أن تناقشه، وإنما لك أن تطالب بتصحيح النقل. فإذا جاءك بالكتاب الذي نقله عنه فقد أدى ما عليه، فيقول لك أنت شاك في نقلي لهذا التعريف، هذا الكتاب الفلاني، هذا المصدر الذي نقلت منه التعريف. فإذا جاءك بالكتاب فقد أدى ما عليه، وإذا كان قد جاء به من عنده أو كان ناقلا له لكنه التزم صحته بأن قال لك وهذا تعريف صحيح، شخص هو جاء بقضية من عنده، تطالبه بصحة النقل، تكون فيما إذا ذكر أنه منقول ولم يلتزم صحته في ذاته. فهذا التعريف صحيح، فالمطالبة بصحة النقل تكون فيما إذا ذكر أنه منقول ولم يلتزم صحته في ذاته. يعني يأتي بتعريف من عنده أو بقضية، احنا بنقول تعريف يعني ممكن نقول هي تكون هي قضية أو دعوة أو مسألة، فإذا هي من عنده ليس لك أن تقول لا أنت لم تلتزم، فقط تطالبه بالالتزام بالنقل عندما يكون ناقلا من كتاب، وما إذا جاء بها من عنده فيدلل على ما قال. ثم إذا انتهيت من هذه الخطوة الأولى تبدأ بالخطوة الثانية، فتنظر هل تجد لفظا موهما لشيء غير صحيح. لابد عندما يأتيك بمسألة على سبيل المثال يقول لك العالم حادث لأنه متغير، وما كان متغيرا فهو حادث، أو يقول لك العالم قديم لأنه أثر للقديم، وما كان أثر للقديم فهو قديم. فأنت تكررت عليك مفردات حادث متغير أو قديم أثر قديم، هل فهمت أنت هذه المصطلحات؟ أو يقول لك في منظور يعني أقرب لكم، يقول لك مثلا النية شرط في صحة الصلاة، هل فهمت النية ما هي؟ هل فهمت ما هو الشرط؟ هل فهمت ما مقصوده في قضية صحة؟ أو يقول لك الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، هل فهمت ما هي يقصد بالطمأنينة؟ فتبدأ بفهم مفردات القضية التي يأتي لك بها، لا تناقشه وأنت لا تفهم معنى المصطلحات التي جاءت، لابد أن تستحصل فهما كاملا للمفردات التي جاءك بها في قضيته. فإذا فهمت المصطلحات، كثير من الناس لم يفهم المراد من المصطلحات فيبدأ بالمناقشة فيقع في الخطأ، فممكن هذا الخطأ يوصل إلى سنأتي إلى قضية المكابرة والمعاندة وهو لا يفهم النصوص أو لا يفهم المصطلحات داخل القضية أو داخل الدعوة التي جاء بها المناظر. فإذا وجدت أنك فهمت الألفاظ فانتقل إلى الخطوة التالية، وإن وجدت شيء غامض استفسر عنه، ثم إذا حصل الإجابة منه وأوضح لك انتقل إلى الخطوة الثالثة، هل التعريف مستكمل لشروط الصحة؟
يعني الآن أنت فتشت في التعريف، التعريف من أين جئت به؟ من مصدر؟ ما هو المصدر؟ إن كنت شاكا في التعريف، إذا غير تسأله لما غير، إذا جاء به من عنده ما هو دليله على هذا التعريف. ثم بعد أن شرح لك ما ألبس إليك من مصطلحات في التعريف، تنتقل إلى النقطة الثالثة، هل التعريف قد استكمل شروط صحة القضايا اللي ذكرناها، المصطلحات وغير ذلك؟ بمعنى أنه مساو للمعرف وأوضح منه وغير مستلزم للمحال، ممكن يأتيك بقضية محال مستحيل، عندما يقول لك الشمس مظلمة، شيء مستحيل لا يقبله العقل. عندما يقول لك الماء يزيد الإنسان عطشا، شيء مستحيل. وقضايا كثيرة ممكن أنه يقول لك عنها. فإن وجدته بهذه المنزلة فهو تعريف صحيح، وإن وجدته فيه خللا فاعترض عليه الاعتراض الذي يسوغ لك هذا الخلل. الآن أصبح عندك ثلاث خطوات لمعرفة أن الذي جاء لمناظرتك قد استكمل شروط المناظرة. المثال: على ماذا تستند في قضية أنه تعارضه؟ ممكن أنه نستطيع أن نقول أنا أعارض، هذه المعارضة لابد أن تكون منضبطة. فكما ذكرنا تعارضه في قضية الأولى والثانية والثالثة، إذا جاءك بالإجابة المقنعة التي يقف أمامها العقل السليم بالاستسلام لها، فعاندته، فهذا يسمى بالمعاندة. لذلك نقول كثير من المناظرين يقول فلان معاند، وهناك أيضا حالة أخرى وهي حالة المكابرة. حالة المكابرة أنك ترى أن الحق معه فتكابر على أن تستسلم لقوله أو لقضيته أو لدعوة. هذا الدرس تكلمنا فيه عن المناظرة، ثم سنبدأ بكيف تعترض وكيف تمنع وما هو ما هي الطرق التي تستخدمها للمناظرة. وحقيقة أريد أن أضيف شيء عن قضية هذا العلم، أنه الذي يشتغل به يجب عليه أن يتحلى أولا بعلمية لتنقذه في قضية الرد، حتى إذا تمسك وليس لديه علمية، تمسك بالأساليب الذي يستخدمها وليس لديه ما يرد به على المناظر، لا تنفعه الاستمساك أو التمسك في
الأساليب، لابد له من علمية، ثم مع هذه العلمية لابد أن تكون له رحابة صدر في استقبال القضية التي تلقى إليه. ثم بعد ذلك كما ذكرنا أنه في بداية الموضوع ذكرنا أنه لابد أن تكون له رغبة صادقة في إظهار الحق، وإلا صار مناظرا لنفسه لا للقضية. أذكر في السنوات التي درسنا فيها علم المنطق، يقول أحد أساتذة علم المنطق يقول ناقشنا مجموعة إلحادية في بغداد، ويقولون أن الطبيعة هي التي خلقت نفسها أو أوجدت نفسها، وأنه ليس هناك إله قد خلق هذا الكون. كلكم يعرف قضية العالم حادث أو العالم قديم موجود، هذه قضايا يعني قديمة. فيقول عجزنا عن أن نقنعهم من بأن هذا العالم لا بد له من موجد، فأخذنا هنيئة من الوقت. يقول فنظرت إلى جلكم الله حذائي، فقلت لهم وجدت هذا الحذاء مصنوع في منطقة في مستنقع، وستجدون عندما تذهبون إلى هذا المستنقع تجدون الحذاء أحذية مصنوعة تصنع وتلقى في هذا المستنقع. المستنقع هو يصنع أحذية قل. فضحكوا على هذا القول، وهذا القول يعني عدوا من السخرية أو غيرها. قلت لهم صدقوني وجدت يعني، وهسه إذا تروحون لهذه المنطقة، منطقة ذكرها يعني في بغداد، يعني يقول هي نائية أو جزرة فيها أدغال وأوساخ وغير ذلك. فقالوا له دكتور يعني تتكلم صحيح، أنت حذاء وجلد ومسامير وغيرها، شون هذا يعني يصير الحالة؟ هو زرع حتى يصير الحالة؟ هذا يحتاج لواحد يسويه. الله يقول أنا عاندتهم، قلت لهم روحوا للمنطقة الفلانية وشوفوا كل فترة الحذاء أحذية تصير الحالة. فيقول ضحكوا يعني مستهجنين هذه القضية. يقول قلت لهم أنتم يعني حذاء استغربتوا أنه يوجد نفسه، وما تستغربون من هذا الكون بأفلاكه وبأجرامه وبنجومه وكواكبه وكيف يدار، ولو حدث تغيير بسيط في هذا الكون لا اختل موازينه ولا حدثت حوادث وكوارث طبيعية. لا تنكرون هذه القضية وتنكرون علي أنه حذاء جلد وأجلكم الله شيء من المسامير أو خيوط وغير ذلك، ممكن أنه يقدر يصنع نفسه، لكن أيهما أعقد، إيجاد الحذاء بنفسه أو الطبيعة توجده، لو الطبيعة هي اللي تدير هذا الكون؟ فهناك من اقتنع وهناك من تكاور، وإحنا راح نجي على المكابرة، وهناك من عاند لهذا القضية. القصد أن هناك لابد من تكون رحابة صدر. غالب الذين يناظرون ممكن أنهم يستفزون، وهذا ليس من ثقافة المناظر، هذا ليس من ثقافة المناظر. هذا درس أو مقدمة لما سنبدأ به في علم المنطق
وفي المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم عن قضايا أخرى في علم المناظرة، ثم نبدأ بالتصديق. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.